دكتورة نهلة، أنا لا أعتقد أن هناك دلوقتي حصص للأنشطة في المدارس، يعني ما احنا كل اللي قلناه دي احلامنا مش حضرتك، موجودة. يعني احلامنا ان كل الهيئات انها لو كان عايز انا اعمل ترويج للتراث لازم يبقى اول حاجه الطفل في المدرسه ده يعرف شيء يعني ايه مهم تراث، جدا، حضرتك بتشير لشيء مهم جدا، يعرف انه من الحدوته، البداية من الصغر. يعرف الحدوته، جزء من حصه الالعاب يبقى فيها لعبه شعبيه، جزء من حصه التدبير، جزء من الاشغال، جزء من الحكايات الشعبيه تبتدي تتقال، جزء من حصه الموسيقى يبقى فيها بعض الالات الشعبيه اللي حتى يتعرف عليها. هو انا ليه اعلمه البيانو قبل الربابه بتاع ايه يعني؟ يعني هو لازم يعرف ان دي الاله بتاعت وممكن بلده، يحبها جدا ويعني يبدع فيها. وممكن يبدع فيها وليه لا، او يبقى هو له، يعني انا دايما بشوف ان الوجدان ده بيتربى، والله حضرتك بتشيري إلى شيء في منتهى الأهمية، إنه مدارسنا يجب ألا تكتفي فقط بالدراسة، يعني حتى مثل تلك الحرف البسيطة أو الأنشطة بتحبب الأولاد الصغيرين في مدارسهم، وبتربطهم ببلدهم، بتربطهم ببلدهم. بتربطهم صحيح. ببلد. انا مش متصوره ان حد هيسمع الغناء الشعبي والمواويل، حد هيتعلم الربابه، حد هيعرف حاجه عن شم النسيم، حد هيتعلم وهيطلع ابدا ضد بلده ابدا، ده هيحبها وهيرتبط بيها وهيعرف ان التفاصيل الصغيره دي تخلق انسان مرتبط ببلده.